السلام عليكم، انا حنكر مصطفى من تطوان. كنت في المرسى هذا الشيء ديال الهوايه، كندير الاربيه الدولي وفي نفس الوقت كندير الشامبيون ديال الطير. وجينا لهذا المهرجان عيد العرش المجيد، كنشوف هذا الشيء تبارك الله. يعني المهرجان شاكين فيه حتى الناس ديال برا قطر، هما اللي واخدين عاونونا في هذا المهرجان. انتم مشاركتوا في الرمايه؟ مشاركنا في الرمايه، مشاركنا في الحمايه. هذا المهرجان كيوقع دابا هذا السابع عندنا في اللي وقع في العرايش. وعسان هذا السابع وطلب الله. وانت دابا الاطار اللي كتشارك به بالجمعيه ديال هذه ديال القنص ديال لكسوس، لكسوس للصيد المكري. وفي السنه كتنظموا عده دوريات وملتقيات يعني في المستوى الاقليمي. تقريبا تقريبا هادشي ديال المباراه ديال الطير تقريبا في المغرب كله. نقدر نحكي واحد مثلا عندنا طنجه، عندنا واحد عندنا الدار البيضاء، عندنا داك سميتو ولاد تيمه، عندنا البركان، عندنا الرباط، هذو كلهم كنضمن المباراه. وكيفاش وصل مستوى التأطير ديال هاد الصيد هذه؟ يعني على مستوى الصيد والرمايه في الاقليم. بالنسبه للصيد يعني كيجي وقته، كيجي موسم ديال الوقت كنديروا له حساب. دابا حنا كثير كنديروا الكل، ولكن الوقت اللي كيجي في المستقبل القريب شنو الانشطه اللي عندكم تقريبا؟ دابا حاليا كاين عند اليمن، حاليا دابا كاين عند اليمن. واش غيكون؟ لا كاين دابا هذا وقتها، غير حنا كنا نمشيو كما كانش المباراه كاينه اليوم، كنا نمشيو اليمن. ومن مور اليمن كيسا كيجي السيد ديال مثلا الحجر، كيجي الابيض، كيجي القنين، كيجي مور الخنزير الدري، كيجي كل. ومن السبت الحد اللي جاي ان شاء الله كاين عندنا المباراه ديال الترنيت، كاين عندنا في